السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسؤال شيمانتا حويديننا شيخ محمود شبلي شيخ وحولية هاي سائل كان قفك وعلن وانا رأينا الدنيا دي انتو جوه ورفاتسي هاي لباتي سيح حدو آخرتها هو حال كيسو نقرية. الحمد لله قفكاس إيه انتي لميت كاهيت ان فرصته هذه ان يحق فهمان القرطان قرا الشضوض ونشوف الدرت سيد الدعوة يلي هاي بمك الدين سو قاعد ونقرا شلاه اخر وا الامتحان هي ليس كما عذابي عقلي قدرته ولا سو عليني في اخر الله لا يحب الله انقاضي ويجي اسقفا حجل وقلنا ما عذاب وما كنا معذبين حتى نبعث الى رسول صدر أنا حجة اللي مو يرسلك وحلو صدرة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. آخر أمر كي مادان في حديث الأسود بن سريع رضي الله عنه وأرضاه ويدوي ويدعون دونا قد يسوي كم ديه قفك والله وحدي دونا ربي يو مكي رسولك ويمي حق ذاتك سوق علي قراشا معنا اللهين حرورتا كواها يدا صد إيو كوبويك إلا دبو أردي كسو حالا ليه درسول كاللغو صدره ود عقلي قاوو تشوغ ما عطيه إله كسو لحا حد دانيقا كو عمريا عطيه بالورانيا حلو امتحانا يا بيوك ميل كلو يا ميل قبو سيدا موقتا تا كوليل كا موقتا نارتا موقتا يوا قبو هوست تا قبو هوست موقتا وا دب هوست تي دب كا موقتا بالي ليه قل قفك أطيع إلها رسولك هذا ربي توس أفر أيه طلق مدها يا جنة أم قنيسة هل جنة أم قنيسة قفك أن أطيع إلها رسول كان وصوك على تشيرين أيه ربي هدى عذاب من كعب سنة أيه والرسول كان أطيع إلها سوى ماذا لهن ها قل سكتور هدو ديدو وحالا ليه دي أنا قوك أمر أيه بدي دنت هيا الرسول أنكو صدر والكسي دران لهي قل نارت تبقى على امتحان أيه بو كمية السقع أيه أهل الفترة عن دين بقارين أيه قفكي وايالا يا إساق وخرفي أي دين تتمدن عقل لهين أيه تبقى سي كمية وحديثك وكت المامي أربعة يحتجون على الله يوم القيامة أفر إلهي بيحجي الضوض ولا إيمان أيام ما نتا قيامة كان إساس كدو يدونا حالك امتحان كاسو نقود إن كمدنا امتحانك ويطيع دونان كنا يجري دونان إن كمدنا ويديني دونان النار يجري دونان وبالله توفيق جزاك الله خيرا خير الجزاء طرد يا شبل الإيمان طرد واصدح بالقرآن.